أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التعليم الفني يكتسب أهمية خاصة باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة، وهو ما جعل الدولة تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي. جاء ذلك في تقرير نشره المركز يسلط الضوء على التعليم الفني كرافد لإمداد سوق العمل بالمهارات والخبرات المتخصصة، مع تحقيق طفرة ملموسة في مسيرة إصلاح منظومة التعليم الفني وتحسين جودته بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية، وذلك بعد 9 سنوات من تنفيذ استراتيجية إصلاح وتطوير التعليم الفني في مصر.